لو أن أحداً سيقبل عذره في قطيعة رحمه لقبل عذر الصديق رضي الله عنه عندما غضب على مصطح بن أثاثة، أمره الله أن يعفو عنه وأن يصفح عنه وأن يتصدق عليه، مع أنه قذف أم المؤمنين عائشة، فداها أعراضنا ودماؤنا، وأنت لن يقبل عذرك في قطيعة رحمك مهما كان. وتأمل قول الرحمن في آخر الآية يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟